المندوبية العامة للتضامن الوطني ومكافحة الإقصاء تآزر تطلق المرحلة الأولى من توزيع المواد الغذائية على الأسر المحتاجة للتخفيف من آثار الإجراءات الاحترازية لمحاربة كورونا. لجنة اللوجستيكا توزع أبواقا على المحجورين صحيا، وذلك ضمن حملة للتحسيس ضد تفشي فيروس كورونا في البلاد. توزيع كميات معتبرة من المواد الغذائية على المواطنين في العديد من مناطق البلاد. سلام الله عليكم مشاهدينا، نشرة الثامنة تصحبني فيها بلغة الإشارة عيشة متعالي، أهلا بكم إلى تفاصيلها. أطلقت المندوبية العامة للتضامن الوطني ومكافحة الإقصاء تآزر مساء اليوم عملية موسعة لتوزيع المواد الغذائية على آلاف الأسر المحتاجة في نواكشوط، وسيستفيد من هذه العملية 20,000 أسرة، ذلك من خلال توزيع حصص معتبرة من المواد الغذائية تشمل مختلف المواد الأساسية. وتأتي هذه العملية في إطار جهود الحكومة الهادفة إلى الحد من تداعيات الإجراءات الاحترازية على ذوي الدخل المحدود، تطبيقا لحزمة الإجراءات التي أعلن عنها فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد بن الشيخ الغزواني. تشترك في تنفيذ هذه العملية قطاعات الدفاع الوطني والداخلية واللامركزية والصيد والاقتصاد البحري والأمن الغذائي. هذا وسيتم تعميم هذه العملية على المستوى الوطني في القريب العاجل. وبهذه المناسبة ألقى المندوب العام للتضامن الوطني ومكافحة الإقصاء تآزر خطابا بين فيه أهمية هذه العملية التي تأتي مساعدة للفئات الهشة في هذه الظروف الصعبة. تشرفت رفقة معالي السادة الوزراء بالإشراف هذا المساء على انطلاق هذه العملية النوعية لتوزيع حصص غذائية على مجموعات كبيرة من سكان نواكشوط المحتاجين، وتتعلق هذه العملية التي تشمل 20,000 أسرة محتاجة بتوزيع حصص غذائية تتشكل على النحو التالي: 25 كيلوغرام من الأرز، 10 كيلوغرامات من المعجنات الغذائية، 10 كيلوغرامات من السكر، 5 كيلوغرامات من الحليب المجفف، 4 لترات من زيت الطهي، ووصل ب 15 كيلوغرام من الأسماك تسحب من نقاط توزيع الشركة الوطنية لتوزيع الأسماك، بالإضافة لعشر قطع صابون من أجل مساعدة المواطنين في النظافة في هذه الظروف الخاصة. ونتيجة بالمناسبة لهذه الظروف الخاصة اللي ناتجة عن تطبيق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة انتشار وباء كورونا، واللي تجسدت في إقرار حظر تجول ابتداء من الساعة 6 مساء، قررت السلطات العمومية عن هذه العملية تتم بشكل جديد، بحيث سيتم التسليم للمواطنين في مساكنهم مساء بواسطة فرق من قواتنا المسلحة الوطنية. وفي هذا الإطار نختار نذكر عن هذه العملية تعبئت لها موارد وقوى عدة قطاعات حكومية، منها طبعا المندوبية العامة للتضامن الوطني ومكافحة الإقصاء تآزر، قطاع الدفاع الوطني، قطاع الداخلية واللامركزية، قطاع الصيد والاقتصاد البحري، وقطاع الأمن الغذائي. وهذه العملية هي باكورة سلسلة إجراءات تندرج في إطار تنفيذ القرارات اللي أقرها فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد بن الشيخ الغزواني في خطابه إلى الأمة في تاريخ 25 مارس الماضي. وستتبعها إن شاء الله عدة إجراءات ملموسة، نذكر منها على سبيل المثال الحصر، البدء خلال الأيام القادمة بعون الله تعالى في توزيع معونات مالية ستشمل 30,000 أسرة على امتداد التراب الوطني كما أقر ذلك فخامة رئيس الجمهورية. وكذلك سيتم توسيع عملية توزيع الحصص الغذائية لتشمل المناطق الداخلية من البلاد. وبهذه المناسبة أنتهز الفرصة باسمي وباسم الزملاء الوزراء الحاضرين بطلب من المواطنين للالتزام بالإجراءات اللي أقرتها القطاعات المعنية حفاظا على سلامة مواطنينا، ونأكد لهم بالمناسبة عن كل القطاعات ملتزمة بالمضي في التنفيذ السريع
للبرنامج الاجتماعي لفخامة رئيس الجمهورية، واللي يهدف أساسا إلى تحسين الإطار الحياتي للمواطنين من الطبقات الهشة، والسعي لتطوير وضعيتهم الاقتصادية والاجتماعية. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله. وسنعود إلى هذا الموضوع بقدر من التفصيل في نشرتنا ليوم غد إن شاء الله. ولتسليط الضوء أكثر على هذا الموضوع نستضيف لكم الأمين العام للمندوبية العامة للتضامن الوطني ومكافحة الإقصاء تآزر سيد صنبا سالم مبارك. أهلا وسهلا بكم المندوب. شكرا. في البداية، هل وضعتمونا في الصورة الكاملة لهذه العملية وما المستفيدون منها؟ السلام عليكم ورحمة الله. هذه العملية يعني كما جاء في خطاب المندوب العام تهدف أولا إلى تحديد كل الأسر المحتاجة في مدينة المكشوط وكذلك في الداخل، وبدأت هذه العملية باللجوء إلى قاعدة بيانات موجودة بدلا من القيام بعمليات إحصاء، لأن ذلك سيتطلب وقت أطول. وبعد الانتهاء من هذه العمليات التي تم الاستعمال فيها طرق تقنية جد دقيقة، تم إعداد اللوائح على مستوى كل مقاطعة. نعم. وبالتالي أصبح من الجاهزية بتعاون مع القطاعات. إذن في العملية التي انطلقت هذا المساء تزويد كل الأسر في ظروف المحددة بالحصص المحددة لها، وهي كما جاء في خطاب المندوب العام يعني 25 كيلوغرام من السكر، 25 كيلو من الأرز، 10 كيلوغرام من الأرز من السكر، و10 كيلوغرام من المعجونات الغذائية، و5 كيلوغرام من الحليب المجفف، و4 لترات من زيت الطهي، و10 قطع من الصابون، وكذلك 15 كيلوغرام من السمك. يعني هذه في مرحلة أولى، وستتبعها في الأيام القادمة توزيعات نقدية. نعم. نعم، ما هي إذن نعم، ما هي الإجراءات المتبعة لضمان شفافية هذه العملية ووصول المساعدات إلى مستحقيها؟ أولا بالنسبة لعملية التحديد أي عملية التعداد، اعتمدت على أخذ المعلومات الدقيقة لكل أسرة عن طريق آليات، عن طريق الكمبيوتر، كل المحددات بما فيها الرقم الوطني ورقم البطاقة والصورة وحتى العنوان الجغرافي. نعم. وبالتالي في المجموعة التي تشرف على هذه العملية لديها كل المعلومات التي تسمح لها باعتماد وجود السكن الدقيق لكل أسرة بكل المعلومات، وذلك عن طريق قراءة لبطاقة التعريف أو عن طريق التليفون، وذلك باستهداف المنزل بدلا من يعني بدلا من الاكتظاظ أو نعم، ما هي وبالتالي لا يمكن نعم. ما هي الإجراءات الموالية في إطار تطبيق مضامين خطاب رئيس الجمهورية الأخير بشأن مواجهة فيروس كورونا؟ لم أسمع السؤال، إعادة السؤال. ما هي الإجراءات الموالية في إطار تطبيق مضامين خطاب رئيس الجمهورية الأخير بشأن مواجهة فيروس كورونا؟ إذن كما قلت يعني هذه العملية التي انطلقت مساء هي توزيع
الحصص النقدية على 20 أسرة في نواكشوط بمختلف مقاطعة نواكشوط، ستتبعها 10,000 أسرة في الداخل، وفي الأيام القادمة إن شاء الله ستتم توزيعات نقدية على نفس الأسر، أي 30 أسرة التي حددها رئيس الجمهورية في خطابه في الشهر الماضي 25 مارس. نعم، شكرا جزيلا لك الأمين العام للمندوبية العامة للتضامن الوطني ومكافحة الإقصاء تآزر سيد صامبا سالم مبارك، حدثنا من أمام مباني مندوبية تآزر بتفرق زينة، شكرا جزيلا لك. انطلقت الليلة البارحة بنواكشوط الغربية عمليات توزيع أبواق في الفنادق التي يوجد بها محجورون صحيا، وذلك ضمن حملة التحصيص وتعبئة المعزولين تنفذها اللجنة الوزارية المكلفة بالمعدات واللوازم المنبثقة عن اللجنة الوزارية الموسعة لمحاربة وباء كورونا في بلادنا. ندعوكم إذن للتقيد التام والصارم بالالتزام بغرفكم والتقيد بتطبيق التوجيهات الصحية حماية لكم ولذويكم. بسم الله الرحمن الرحيم. بندرابي مثال من يون من فوق إنه ميتربم. قادي فوق قوم توبير ده هفير كون في ما وانا مثال من يون أن يتأون. السلام عليكم ورحمة الله. بوكي مانغلين دو نيوكو نك تورم أحسنتم. دلاني أنا نعين تام أهنجور بي. مارن سونو كو بيغا اوتيل كو نخا سلاما فدي بيغا سوكن نخا اوتيل نكو نخا خماما تخماما نكل كدي حغدي خير خير سكي كلو كو حغدي ترتيب. هي رسائل صوتية بجميع اللغات الوطنية البولارية والصنوكية والعرضية بقراءة وزراء من أعضاء الحكومة تتناول مختلف السبل الواقية من جائحة كورونا وما يجب أن يتحلى به المحجور صحيا من سلوك لتفادي انتقال العدوى بين المعزولين صحيا، وذلك ضمانا لصحته وسلامته وسلامة المحيطين به. تأتي هذه الرسائل ضمن عملية توزيع أجهزة تسجيل صوتية على الفنادق خلال حملة التحسيس والتعبئة للمعزولين المنفذة من قبل اللجنة الوزارية المكلفة بالمعدات واللوازم المنبثقة عن اللجنة الوزارية الموسعة لمحاربة جائحة كورونا ببلادنا. نواصل الليلة وكيف أعلننا البارح نواصل تنفيذ ذلك الخطة، واللي الليلة تمثلت في تحضير رسالة صوتية بجميع اللغات الوطنية الحسانية والصنوكية والبولارية والولفية بقراءة وزراء من الحكومة الحالية بأصوات وزراء من الحكومة الحالية، واللي هذه الرسالة تتمثل أساساً في شكر ذيك الناس اللي تحلاوا بروح المسؤولية ونفذوا ذيك الإجراءات إجراءات السلامة اللي توصي بها الجهات الصحية والمصالح الصحية، غير ملي تذكر الناس كاملة الناس اللي محجوزة بإعلان تباعدها وبقائها كل حد في بيته بدون أي احتكاك بينهم، لأنه هو الهدف من الحجر الصحي، وفيها استخلاص العبر من اللي خلق في أحد الفنادق به اللي كان الناس المحجورة تم فحصها وظهر الفحص لأنها سالبة غير نتيجة لأنها كانت في احتكاك دائم. قبضت الحكومة القرار بأنه لا هي يمدد حجزها فترة إضافية. إذن الرسالة هون تطلب من الناس المحجوزة لأنها ما تكرر هذه التجربة به اللي إلى كررتها لا هي ذاك يأثر على فترة حجزها ولين ما تتباعد ولين ما كلها يقعد في بيته لا هي لا قدر الله لا هي ذاك يزيد فترة حجزها. هذا هو فحوى 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 الرسالة، والرسالة وعدلت بجميع اللغات غير ملي قبولها الآليات التجديد الفنية اللي تمكنها من أنها تبث بشكل دوري في جميع الفنادق اللي فيهم المعزولين صحيا.
العملية التي تأتي مواصلة لتنفيذ خطط العمل التحسيسية والتي بدأت على مستوى الفرق الأمنية وعمال الفنادق المستضيفة للمعزولين صحيا أشفعت بتكوين ميداني لمسيري الفنادق على استخدام الأجهزة الموزعة على أن تتم متابعة هذه العملية حتى تحقق الرسائل المرسلة الغاية المشهودة منها بحماية الوطن وتمكينه من احتواء هذه الجائحة العالمية. تبذل السرية الأولى للدرك الوطني جهوداً مضنية لضبط الأمن وإنفاذ مجريات القانون المتعلق بحظر التجوال لمواجهة كورونا في ولاية نواكشوط الشمالية ومقاطعاتها الثلاث. تفاصيل أكثر في هذا التقرير. مشهد مألوف هذه الأيام، تفقد للوحدات وحشد للوسائل في مهمة اعتادت المجموعة الأولى لسرايا الدرك الوطني القيام بها كل يوم، مهمة تشترك فيها فرق النجدة وأحدات حفظ النظام وسيارات الإسعاف، كل مكونات المجموعة الأولى لسرايا الدرك الوطني. الهدف الأوحد هو إنفاذ روح القانون وتطبيق مجريات حظر التجول بغية منع انتشار وباء كورونا المستجد. تسخر الدرك الوطني جميع الوسائل البشرية والمادية الكافية لتنفيذ هذا الحظر على مستوى المقاطعات الثلاث، كما أن هذه التشكيلات تسهر على حماية وأمن المواطنين المقيمين وممتلكاتهم وكذا منع التجول وكل أنواع التجمعات تفاديا لخلق بيئة انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد، وتشارك هذه الوحدات في نقل المرضى للمستشفيات والمراكز الصحية والاستجابة الفورية والتلقائية لكل نداءات النجدة والاستغاثة من خلال الخط الساخن 116. بدأت الوحدات تتحرك كل نحو نقطة تمركزها المحددة مسبقا لها في مهمة تطال مقاطعات نواكشوط الشمالية الثلاث، تجنين، دار النعيم وتيارت. وبقدر ما يحرص أفراد الدرك الوطني على تطبيق حظر التجوال، تبقى لهم عينهم الساهرة من أجل حفظ الأمن واستتباب السكينة في ملتقيات الطرق الرئيسية بل الأحياء، فلا يسمح بالتحرك إلا للشاحنات التي تنقل المؤن أو الأطقم الصحية. تتعدد الوسائط التي يستخدمها الدرك الوطني لبسط الأمن، من تسيير للدوريات والاستجابة السريعة لمكالمات النجدة من خلال الرقم 116. بجولة قصيرة داخل الشوارع والأحياء بل الطرق الرئيسية، تدرك أهمية المسؤولية الملقاة على عاتق أفراد الدرك الوطني والمكلفون بالقيام بها في ولاية نواكشوط الشمالية. لا مساومة في ثلاث على الإطلاق: تطبيق القانون، والسار على أمن المواطن، والسرعة في التعاطي مع التعليمات الصادرة من القيادة العليا كجزء من العقيدة العسكرية لدى الدركي. محمد بن عبد الودود، قناة موريتانيا، نواكشوط. أشرف حاكم مقاطعة مونغل السيد محمد ول الشيخ ول الغوث اليوم على انطلاق توزيع قافلة مساعدات غذائية لصالح 1200 أسرة في المقاطعة، ذلك في إطار دعم الجهود الحكومية لمساعدة المواطنين المتضررين جراء تنفيذ الإجراءات الاحترازية المتخذة حاليا ضد انتشار فيروس كورونا المستجد. وعبر بعض المستفيدين من هذه المساعدات عن شكرهم العميق لمنظمي القافلة لوقوفهم مع المواطن في ظل التدابير الخاصة بالفترة الحالية وما تعنيه رزمة المساعدات القيمة في هذا الظرف بالذات. وقد قدمت هذه المساعدات من طرف كل من معالي وزير الثقافة والصناعة التقليدية والعلاقة مع البرلمان الدكتور سيدي محمد والقابر. السيد سيد عمر ول الغابر مسؤول التوزيع بمقاطعة مونغل قال إن هذه المساعدات تأتي دعما لجهود الحكومة الهادفة إلى التخفيف من آثار الإجراءات الاحترازية على المواطنين وخاصة ذوي الدخل المحدود. هذه المساعدات مش السيد الوزير، وزير
الثقافة والصناعة التقليدية، المسؤول على العلاقات مع البرلمان النائب سيدو القابل. مشين هاي المساعدات اللي بمقاطعة منقل مستفادة منها 1200 مستفيد، بلدية منقل مستفادة 160 أسرة، وبلدية مويت مستفادة 140 أسرة، وبلدية ملزم تيشط مستفادة 160 أسرة، بلدية بكر مستفادة 250 أسرة، بلدية أزقيل مستفادة 490 أسرة مستفيدة. ومن كل مستفيد عنده زقيبة من مارو وخمس كيلو خمس لترات من دلوير وخمس كيلوات من السكر وكيل من سلية وصابونة. وفما مساعدات ثانية كانت أصلا دائما لا تؤخذ، ومزات مول لا تؤخذ بالنسبة لمساعدات في رمضان، والوقت اللي جاء رمضان إن شاء الله والدار لا تبدأ وتوزعتها كي الطريقة اللي وزعت بها هاي الدار تبدأ ذيك مول توزع بنفس التوزيع. إلى مقاطعة مقطع الحجار بولاية البراكنة، حيث نتابع هذه الصور التي التقطتها كاميرا الموريتانية مساء اليوم من المدينة. شوارع هادئة وخالية من أي مظهر يخرق حظر التجوال المفروض حماية للمواطنين ومنعا لتفشي جائحة كوفيد-19. تعكس الصور التزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية وسهر سلطات الأمن على تطبيق حزمة القرارات المتخذة من طرف الجهات العليا في البلد. مشاهدينا الكرام، نربط الاتصال بمراسلينا المختار بابا والأحمد من مقاطعة مقطع الحجار ومحمد والعمر بلول من مدينة كيهيدي. مختار بابا، أهلا بك. أهلا بك زميلة عليا. مختار بابا، ماذا عن الأجواء العامة في مدينة مقطع الحجار؟ شكرا جزيلا. نحن وصلنا هنا زوالا لهذه المدينة، وفور وصولنا ودخلنا السوق بحثا أو رصدا لأجواء العامة التي تسود هنا على المستوى المقاطعة، هذه المقاطعة التي تقع على خط تماس بين مدينة ألاق والمناطق الشرقية. الخبر اللافت والذي لاحظناه فور وصولنا هو ما تداوله الجميع هنا وتناقلته المواقع الاجتماعية، يتعلق الأمر بظهور حالة مشتبه بها هنا في هذه المقاطعة، وهو ما سبب نوعا من الخوف أو التريث أو التساؤلات كثيرة يطرحها المواطنون هنا يبحثون عن حقيقة هذا الخبر. لذلك حرصا منا على مواكبة الحدث وطمأنة المواطن بالحقائق من أرض الواقع، صدفنا لكم هذه الليلة هنا على بلاتو المندوب الجهوي المدير الجهوي للعمل الصحي على مستوى ولاية براكنة للحديث عن هذا الموضوع تفصيلا. أهلا بك الدكتور محمد مختار ومحمد ناجم مدير الجهوي للعمل الصحي على مستوى ولاية براكنة. تحدث المواطنون هنا كثيرا وتناقلت وسائل الإعلام خبرا يتعلق بظهور حالة مشتبه بها هنا في هذه المقاطعة، كيف ذلك ومتى وما الحقيقة وكيف تعاطيتم معها كجهة وصية؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على رسول الكريم. قبل الجواب على السؤال اسمح لي المشيدة بالإجراءات الرائدة والسباقة التي قامت بها اللجنة الوزارية على مستوى الوطن في خصوص كوفيد. هذه الإجراءات التي كان لها الأثر الإيجابي منعكس على سمعة البلد، وأصبح بلد يحتذى به على مستوى القارة الإفريقية، كما أشيد أيضا بالتلفزة الموريتانية بهذا الخصوص من لقاءات وندوات ومحاضرات حول هذا الموضوع، والذي من خلاله أيضا أظهرت بأنها فعلا السلطة الرابعة كما يقال، والشكر موصول أيضا إلى السلطات الإدارية. مدير لو سمحت، ماذا عن هذه الحالة؟ هذه الحالة طبعا مطمئنا عن هذه الوضعية. طبعا الحالة كمثل الحالات السابقة،
جيناها البارح نتكلم بالحسانية بما أن الموضوع يتعلق بالساكنة بشكل عام. هي حالة كمثل سابقتها على مستوى الوطن، عبارة عن حالة تسلل جاية من كود ساحل العاج مرورا بمالي، وهناك قولين، والله هناك قولان. القول الأول عن طريق الطبيب المعالج يقول على أن الحالة على أنها جاته منذ قرابة شهر، طبعا بناء على كلام المتسلل. والقول الثاني كلام صادر عن مفوض الشرطة على أنه له قرابة 23 يوم. يقال لاحظنا نحن كطاقم صحي تناقض في كلام المصدر، ولكن الأساس خلق اتصال من الرقم الأخضر 1155 وقام من المتصل على الرقم؟ اتصل على المحلية؟ اتصل على الإدارة الجوية، المديرية الجوية للصحة على مستوى ألاق، وفورا حاولنا الاتصال بالجهة الصحية على مستوى مقطع الأشجار. وفي الواحدة والنص صباحا فجرا أقمنا عدنا له فحص، وهذا الفحص كالعادة أرسلناه عن طريق الإجراءات الطبية إلى المعهد على مستوى نواكشوط المختبر، وحتى الآن النتيجة ما يغير. هون نختار نوصل النداء. لو سمحت مدير، الحالة حالة مواطن موريتاني أم أجنبي، وكيف دخل؟ لا هو موريتاني وليس أجنبي، هو موريتاني ودخل عن طريق كما ذكرت طريق تسلل. يغير نختار بهذه المقابلة استغل الفرصة لأقول مواقعنا الاجتماعية مع كامل الاحترام عامة وخاصة وخصوصا على مستوى ولايتنا الحبيبة البراكنة، على ما يسمى السبق الإعلامي، على أنه مسألة مهمة وضرورية. يغير يعود مهم وضروري لأن يعود اللي صادق، أما الوقت اللي يعود كاذب يصبح في الحقيقة أولا يعود سبب هلع وخوف في صفوف المواطنين، وثانيا مولي يعود أعطى صفة سلبية غير مناسبة لموقعه الاجتماعي اللي صدر. سيد المدير، نعود إلى حالة المشتبه فيه، ما هي وضعيته الحالية وأين هو؟ هو بالنسبة لحالته الصحية حالة جيدة تماما، ويتواجد في نقطة صحية هي أقدم نقطة صحية على مستوى مدينة مقطع الأشجار، ونسميه محليا بطب المنحى. إذا قلتم أنه من الساعة الصباح الساعة الأولى صباحا إلى هذه اللحظة لم تتوصلون حتى اللحظة لنتائج الفحص، لماذا يعود تأخير نتيجة فحص حالة من هذا النوع؟ التأخير قد يكون عنده سبب إلى سببين. السبب الأول على أنه الفحص معدل على مستوى مقطع الأشجار، وبالتالي ياخذ مسافة بين مقطع الأشجار ونواكشوط، وبالتالي قد يصل متأخرا. السبب الثاني في اعتقادي هو أن فهم مجموعة من المحتجزين على مستوى نواكشوط، بدأت الوزارة من يوم الاثنين الماضي بإجراء فحوص لهم على هذا المستوى. يغير عندي تأكيد وقناعة على أنه خلال أقل من ساعة بإذن الله استخرج النتيجة، وأتمنى أن تكون سلبية بإذن الله. مباشرة الفحص ترسلوه من هنا إلى نواكشوط، لا يوجد عندكم هنا على مستوى الجهوي فحص، جهاز فحص لفحص هذه العينات ولو سريعا وللبحث عن نتيجة أولية تطمئن الساكن هنا؟ للأسف الشديد لا، اللي هذا الفيروس كما هو الحال على مستوى العالم كامل، الفيروس جديد والكثير من 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 من, من أموره الطبية حتى الآن ما زالت مجهولة، ولذا دائما أي فحص لين أقوم به على مستوى الولاية نبعث به للمختبر على مستوى نواكشوط. ذكرتم أن المشتبه فيه له قضاء حوالي 20 يوم في هنا في هذه المقاطعة، لذلك بعد ذلك أنه احتك بزملاء بالأهل بالأقارب بالمواطنين العاديين، ما هي الإجراءات التي ستتخذونها بعد هذه الحالة خاصة في إطار برنامج الحجر الصحي الموجود عندكم هنا؟
هنا الحالة إما حالة موجبة لا قدر الله، وفي هذا الإجراء سيتم متابعة جميع الناس خاصة أهل المقربين والمقربين أيضا منهم، وبالتالي يتم الحجر الصحي عليهم ولاحقا يجرى لهم فحص صحي. لكن أملنا كبير على أنه يعود سلبي، وفي هذه الحالة الهلع اللي موجود والخوف على مستوى مقاطعة مقطع الأحجار يزول بإذن الله وبأسرع وقت. نتيز فرصة وجودك معنا لنتحدث عن وضعية الصحة بشكل عام على مستوى ولاية براكنة. تابعنا في الأخبار أن حوالي 74 تقريبا حالة حجز هنا أو حجر صحي. ماذا عن حالات الحجر الصحي وما هي وضعيتهم وأين هم؟ طبعا بالنسبة للحجر الصحي موجود على مستوى الولاية في 5 مقاطعات. على مستوى ولاية عاصمة الولاية يوجد 14 رجاج، على مستوى بوقي 39 وجليهم 41، على مستوى بابا بي 17، على مستوى مبان 2، وعلى مستوى مقطع الأحجار 2. دكتور ننتظر معك النتيجة المتوقع أن تصل كما قلت في ظرف أقل من ساعة، ونرجو أن تكون النتيجة إن شاء الله مطمئنة للسكان هنا ومطمئنة للمواطنين. شكرا جزيلا لك دكتور رحمة المختار رحمة ناجم مدير الجوي العمل الصحي على مستوى ولاية براكنة. إذن زميلة عالية كما تابعتي، هذا جزء من غيض من فيض الأخبار التي تناولناها اليوم وبحثناها هنا. أيضا رصدنا الشارع العام، أصداء المواطنين، سألناهم عن الوضعية العامة في ظل هذه الحالة الوضعية الاستثنائية التي تمر بها بلادنا بشكل عام، خاصة ما يتعلق بالإجراءات الاحترازية التي تنفذها الدولة. المواطنون هنا تحدثون عن تجاوب مطلق لهذه الإجراءات، يثمنونها تثمينا مطلقا، يرحبون بكل ما من شأنه أن يقيهم من خطر هذا الفيروس. وحاولنا في جولة أن نرصد لكم بالصورة والصوت تقارير بإذن الله تعالى ستتابعونها، ترصد لكم واقع هذه المدينة. شكرا. لو سمحتي لو سمحتي المخرج معي الآن يعطيكم صور عامة من المدينة ليلا، مدينة مقطع الأحجار تتابعونها إن أمكن هذه اللحظات، وهي تعكس هذه الصورة الهدوء الذي تعيشه مدينة مقاطعة الأحجار هذه الليلة ووسط أجواء من أول النهار كانت أجواء يحتاج لها المواطنة المعلومة دقيقة، وقد تحدث المدير الجهوي للصحة عن ذلك. ليلا الكل في البيوت تحت وطأة حارة الأجواء التي تعيشها هذه المدينة على غرار باقي مقاطعة البلاد. نعم إليك زميلة عالية. نعم شكرا جزيلا لك مختار بابا، حدثنا من مقاطعة مقطع الأحجار، شكرا جزيلا لك. أعرف السوق المركزي في مقاطعة مقطع الأحجار وفرة في المواد الغذائية التي يحتاجها السكان في هذه الظرفية، ويتحدث التجار والزبناء عن كون أسعار البضائع في الوقت الحالي تناسب القدرة الشرائية للمواطن. السوق المركزي بمقاطعة مقطع الأحجار في عز النهار، حركية بيع وشراء وشاحنات تزود السوق بالمواد الغذائية التي يحتاجها السكان في هذه الظرفية الخاصة بفعل الحملة الوطنية للقضاء على جائحة كورونا. فهل ترضي أسعار هذه البضائع الساكنة هنا؟ المواد الغذائية متوفرة الحمد لله كامل لله الحمد، الأسعار مناسبة حسب الأسعار اللي في السوق الكبير تنباعهم بآخر تسعيرة، متوفرة الحمد لله، ما نلاحظين قبال فيها نقص. مواد الغذائية ما هي خالقة الحمد لله، وأهلها ما هي مزيودة، ولاد قاعد تنزاد قاعد في الفترة ورك الفترة صعبة، ومطالب من الدولة مولي عدلت اللي عليها كامل ونختاروا مي لا تشدد حتى في قفيل طرقوات ولا أي ولايات يقفلوهم يتموا قافلينهم لين يتأكد إنه خاو عن موريتان. مواد الغذائية موجودة في الأسواق، الخضرة تبارك الله خالقة وهينا ما شاء الله، وحنا مولي أنا كمواطنة نبيعها
نبيعها بالسعر اللي شرينا احنا به، معنا مطلعين بين اللي دي ازمه ورك، والى ما خفضنا لاخوتنا معنا مطلعين فيهم السعر. قالها المبتاع وعززها البايع، مؤكدا ان التجار يقفون الى جانب المواطن ويشدون من عضد الدوله في حربها الشرسه ضد هذا العدو المخيف. السوق هون فتبارك الله نعتبره لانه ما شاء الله مزلي ينقال والمواد متوفره فيه الى اقصى درجه. حمد لله المولانا وشاكرين له. ونعتبروا لأنهم ملي في متناول المواطن بأسعار ملي الحمد لله منخفضة، من أخفض أزمنة هذه الفترة فيها اللي السكر متوفر هون ب 10300، ودلوير 20 لتر متوفر هون ب 7700، والسلياء كيلو هون ب 1000، والقمح ب 5500، وهذه هي حكم المواد اللي أساسية اللي هي اللي قابلة الساكن وهم معتمد عليه. سوق تبارك الله من أحسن الأسواق، معروف أصلاً من سوق مقطع الأحجار من أحسن أسواق موريتانيا من ناحية وجود البضائع بكثرة ما شاء الله، والتنافس الإيجابي بحيث أن البضائع في متناول الجميع بكثرة ما شاء الله. كانت التجار هون واللي تعاطفت مع الوضعية وفرت المواد بدرجة أكثر مما كانت توفرها، وكان ذاك إيجابي تماماً بأنني ملاحظ أن السوق هون بدلاً من هذه الحالات اللي هي تتغير الأمور هو تبارك الله تغير إلى الأحسن. وفرة في المواد الغذائية في أسواق مقاطعة مقطع الحجار، وحديث عن أسعار في متناول الجميع من قبل التجار والزبناء، وهو أمر يطمئن على وضعية هذه المقاطعة في هذه الظرفية الخاصة. لقناة الموريتانية محمد البلال، مقطع الحجار. ونتابع الآن مشاهدينا الكرام صورا من مدينة كيهيدي عاصمة ولاية غورغال. هذا المساء بعيد بدء حظر التجوال، حيث تعيش شوارع المدينة على وقع هدوء كامل، وقد لزم المواطنون منازلهم وتوقفت حركة المرور بشكل كامل بعد أن تعودت ساكنة المدينة على غرار بقية مدن البلاد على هذه الإجراءات اليومية التي تأتي ضمن التدابير الوقائية ضد انتشار فيروس كورونا المستجد. وينضم إلينا من مدينة كيهيدي عاصمة ولاية غورغال مراسلنا محمد عمر بلول. مساء الخير بلول. مساء النور زميلنا العالية. ما الجديد لجميع مشاهدي؟ ما الجديد على مستوى ولاية غورغال؟ الجديد على مستوى ولاية غورغال وتحديدا مدينة كيهيدي هو القديم. الآن الجميع يتساءلون أين ستنتهي متى ستنتهي جائحة كورونا، متى سنعود إلى حياتنا الطبيعية، ومتى سيتم إخراج المحجور عليهم من أمكنة الحجر. هذا هو السؤال الذي يدور في أفكار وخلد المواطنين. طبعا الأمور على خير ما يرام، لا جديد في يعني فيما يخص تطبيق الإجراءات الاحترازية التي تصر السلطات الإدارية والأمنية على تطبيقها، سواء تلك منها التي يعني أقرتها السلطات العليا للبلد من غسل اليدين بالماء والصابون، وكذلك المسافة بين الإنسان والآخر سواء كانت داخل الأسواق أو كانت داخل البيوت. الجميع يلتزمون أمكنتهم إلا للضرورة. نعم، ماذا عن سير عمليات التحسيس في الولاية ومدى تجاوب الساكنة المحلية مع الإجراءات الاحترازية للحد من تفشي كورونا؟ الحد من تفشي كورونا هو الهاجس الذي يعمل المواطنون هنا والسلطات الأمنية على
عليه الكل يطبق كما أسلفت الإجراءات الاحترازية، وأيضا فيما يخص يعني الإجراءات الوقائية هي التي تسير على قدم وساق من أجل الوصول إلى نقطة النهاية، وهي التخلص من هذا الفيروس الذي أنهك دولا عظمى وأكثر قوة وجمعا. عمليات التحسيس هي الأخرى تقوم بها سواء كانت السلطات الإدارية والأمنية وكذلك هيئات المجتمع المدني. أنا رأيت خلال الجولات داخل المدينة بأم عيني الشباب الذين يصرون على تنظيف المساجد وتعقيمها وكذلك المكاتب الإدارية. عمليات التعقيم غدوا وعشيا يقوم بها الشباب في تجلي واضح لإرادة قوية من أجل هزم هذا الفيروس اللعين وللتخلص من تأثيراته على ولاية غرغل وعلى جميع التراب الوطني. طيب شكرا لك محمد عمر بلول، حدثنا من مقاطعة كيهيدي، شكرا جزيلا لك. بعد توقف النشاط الاقتصادي على ضفاف نهر السنغال عند ظهور أول حالة من فيروس كورونا خارج نواكشوط وفي مدينة كيهيدي تحديدا، بقي الصيادون ينتظرون عودة الزوارق إلى مياهها. متى تعود هذه الزوارق إلى عملها؟ سؤال تبقى الإجابة عليه معلقة إلى أجل غير مسمى. ففيروس كورونا شل الحركة بين السنغال وموريتانيا، لذلك أخذت هذه الزوارق راحتها مكرهة، كما استظل ملاكها متأثرين ببطالة أخذتهم على حين غرة مستسلمين لأمر الواقع. هي أسرة في السنغال، ولكن قبل مجيء هذه الوباء لم أذهب إلى هناك. الآن حتى ولو كان هناك ميت في أسرتي سوف لا أذهب إلى هناك حتى ينتهي الله هذه الوباء. أثر علينا الوباء، كنا نستعمل في بعضنا هنا في الصيد النهري، الآن كل الأعمال توقفت حتى حقولنا الذي تكون في ياكث ذلك الجزيرة عندنا الهقيل، لا نستطيع أن نذهب هناك لنتخذ الخضروات التي تركنا هناك. هذا شيء شعب فينا، ولكن لا بد لنا أن نكون من وراء حكومتنا لكي لا يتجاوز هذا المرض إلى موريتانيا. روابط كبيرة بين الشعبين الشقيقين ومنافع كثيرة يوفرها النهر لهما، يتقاسمون الأفراح ويغسلون ما علق بهم من تأثيرات التصدي لفيروس كورونا عديم الرحمة. أسر انقسمت نصفين، نصف هنا ونصف هناك، يوصلهما جسر المحبة والقربة في زمن كوفيد 19. نطبق الإجراءات الوقائية التي أقرتها حكومتنا، لكن حبنا للنهر لا يمكن أن نتخلى عنه في أحلك الظروف. نتمنى أن تنتهي هذه الأزمة وتعم العافية الجميع. قصة عشق لا حدود لها تجمع الساكنة بالنهر الذي يمثل لهم تاريخا وحياة كما يقولون، فمنه يشربون ويزرعون. اليوم كاد كورونا أن يحيل بينهم وما يشتهون، جل مزارعهم تراجع إنتاجها، مع ذلك راضون بتأثيرات الفيروس إلى أن يقضي الله أمرا كان مفعولا. لا يفصل بين موريتانيا والسنغال إلا حاجز مائي ضئيل، لكن الخوف من تفشي جائحة كورونا فرق بين المرء وزوجه داخل الجارتين وأفسد أعمالا يقول أصحابها إن فسادها خير من هلاك أرواح. محمد عمر بلول، الموريتانية، من الحدود السنغالية الموريتانية، كيهيدي. ولمعرفة وضعية أسواق ولاية غرغل من حيث التموين وأسعار المواد الاستهلاكية الأساسية، نستضيف لكم السيد محمد أحمد والأحمد محمود، نائب رئيس اتحاد التجار بولاية غرغل. أهلا بك. ما مستوى تموين مدينة كيهيدي بالمواد الغذائية؟ نعم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على نبيه الكريم. أولا نشكر القناة الموريتانية اللي تاحت لنا الفرصة، ونشكر
ونشكر كذلك السلطات الإدارية والأمنية اللي قفلت لنا الحدود في الوقت المناسب وقفلت مدينة كيهيدي، إغلاق مدينة كيهيدي تحاشي من جائحة كورونا كوفيد 19 وتماشيا مع توجيهات السيد الرئيس محمد والمحمد أحمد والقزواني اجتمع مكتب اتحادية التجارة في كيهيدي برئاسة محمد، هل تسمعني؟ برئاسة المصطفى والحاسيدي. ما مستوى تموين مدينة كيهيدي بالمواد الغذائية؟ هل أحد اقتنع؟ وتنسيق كذلك مع الإدارة مع إدارة الأمن. يبدو أنه لا يسمع. مع إدارة الأمن واللجنة الوزارية واتحاد أرباب العمل الموريتاني وقررت اتحادية التجار تولي وإيواء 30 شخص 30 شخص في الفندق طيلة الحجر الصحي 30 شخص في الفندق طيلة الحجر الصحي ابتداء من يوم 24 الشهر الثالث وما زالت العملية محمد أحمد هل تسمعني؟ ما مستوى تموين مدينة كيهيدي بالمواد الغذائية؟ هل تسمعني؟ نعم نسمعك. تموين مستوى مدينة كيهيدي تموين جيد والمواد متوفرة في المخازن وخير دليل على ذلك زيارة السيد الوالي والوفد المرافق للسوق للاطمئنان على مخازن السوق المركزي. نعم هل إغلاق وبعدها رجع السيد الوالي في ارتياح؟ نعم أشكرك جزيل الشكر السيد محمد أحمد والأحمد محمود نائب رئيس اتحادية التجار بولاية غرغل، شكرا جزيلا لك. في إطار حملتها التحسيسية ضد وباء كورونا كوفيد 19 أطلقت ولاية تقان التنشا الجوية الأسبوعية للوقاية من هذا الفيروس وذلك عبر أثير المحطة الجهوية إذاعة موريتانيا بتشجيع. وستتضمن هذه النشرة جديد أخبار فيروس كورونا وجهود السلطات الإدارية في تنفيذ حزمة الإجراءات المتخذة لمحاربته على مستوى الولاية. وستمثل النشرة مخرجا إعلاميا أسبوعيا يمكن السلطات المحلية من الحديث عن جديد التدابير المتخذة من قبل الجهات المعنية على المستوى المحلي. أطلقت سلطة منطقة نواليب الحرة بالتعاون مع اتحادية التجار على المستوى المحلي حملة داخل أسواق المدينة بهدف حماية المستهلك في إطار مواجهة تداعيات تطبيق الإجراءات الوقائية لمجابهة فيروس كورونا. ويرمي هذا النشاط التعبوي إلى ضمان تموين الأسواق ومنع المضاربات والحفاظ على الأسعار في ظل تطبيق نظام الإعفاء الجمركي على المواد الأساسية. التدابير والإجراءات التي اتخذتها السلطات العمومية في مجال تموين الأسواق بالمواد الأساسية جعلت أسواق عاصمة البلاد الاقتصادية المكتظة بالبضائع من كل صنف ونوع في وضعية مريحة كما يتحدث عن ذلك المواطنون. ما شاء الله المواد الغذائية على مدينة هذه ما شاء الله متوفرة والحمد لله. هذه المزير اللي قابلت الدولة بأخبار عن قلعة الضرائب عن المواد الغذائية عن سدر الخضروات هونت الأسعار حتى الخضره هون عاد لها 180 والحمد لله ما شاء الله ظروف زيزة الحمد لله والاحوال حسنه. الاسعار تبارك الله ما شاء الله زيني متوفره الكامله بصفه عامه المواد الغذائيه لا عندنا تبارك الله نقص والناس ملتزمه.
وتمشيا مع هذا التوجه أطلقت سلطة منطقة وادي بالحرة بالتعاون مع اتحادات التجارة على المستوى الجوي حملة تحسيس تستهدف حماية المستهلك والمحافظة على المخزون التمويني وضمان ثبات الأسعار المعفية من الرسوب والجمركة بما فيها التي أعلنت عنها السلطات العليا في البلد مؤخرا. احنا اليوم في هذه الحملة الميدانية قائمة بها المنطقة الحرة لحماية المستهلك من آثار ارتفاع الأسعار في ذي الفترة اللي طبقوا فيها هذه الإجراءات الاحترازية اللي عدلت اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة انتشار هذا الفيروس وهذا الوباء اللي ترمي المواطن لأنه فيه حظر تجول، ونختار ونتأكدوا بأن هذه الإجراءات الاحترازية أنها ما تأثر منها المواطن بارتفاع في الأسعار ولا خلق فيه أي احتكار، ويعود المواطن عنده صفة قد يعيش بها بظروف ملائمة. بدورهم التجار والموردون وكبار باعة الخضروات يؤكدون التزامهم بالتعليمات التي أعطت السلطات العمومية مع اتخاذ كافة التدابير بتموين السوق بكافة المواد بما فيها المواد التي يتزايد الطلب عليها خلال شهر رمضان المبارك. المهم عندنا أساساً توفير البضاعة وتثبيت أسعارها، وأهل عن التجار حسب معلومات على أنهم التزموا بذلك والبضاعة متوفرة ولا فهمش الحمد لله شديد يحتاج القلق في قضية التموين. المهم نحن نطمئن الجميع أن شاء الله الخضروات دور إن شاء الله تم توفيرها إن شاء الله بصورة دائمة وبأسعار إن شاء الله ولا يتعد معقولة بالنسبة للناس، وإن شاء الله ونحن بعدين نحافظ إن شاء الله على ثبات السوق ما استطعنا إلى ذلك السبيل إن شاء الله. جهود تأتي لتواكب مساعي السلطات العمومية في منع المضاربات وضمان تمويل الأسواق لجعل الأسعار في متناول الجميع في إطار التدابير الوقائية المتخذة للتعامل مع تداعيات محاربة فيروس كورونا المستجد على المستوى الوطني. يشكل الحجر الصحي أهم وسيلة للوقاية من وباء كوفيد-19 ومن تفشيه بين الأفراد، تحرص اللجنة الوزارية المكلفة بالمعدات واللوازم على زيارة أماكن الحجر الصحي لتوعية الفرق الأمنية وعمال الفنادق حول الطرق الواجب اتباعها للحيلولة دون انتشار هذا الوباء. زيارات تحسيسية وتعبوية تقوم بها اللجان المكلفة بالمعدات واللوازم لعدد من الفنادق التي يوجد فيها أشخاص خاضعون للحجر الصحي. توصيات بضرورة أهمية التباعد الاجتماعي واحترام المسافة المطلوبة، والتأكيد على أن العزل الصحي خير وسيلة للوقاية من هذا الوباء. لو كانت الناس مطبقة ذيك سياسة التباعد ومطبقة ذيك المسافة الضرورية ومطبقة ذاك قلة الاحتكاك يعودوا الناس اللي تم فحصها طلعت سلبية تمكنت من أنها توخو، غير للأسف الشديد بما أنه ذاك التباعد ما كان محترم اضطر السلطات الصحية على أنها تقرر أنه جميع ذيك الناس سواء منها طواقم أمنية وسواء منها أفراد كانوا يخدموا الناس المعزولة صحيا وسواء منها الناس المعزولة صحيا واللي الفحص أظهر لأنها سلبية تقرر لأنهم ينعزلوا من جديد لفترة إضافية. توضيحات علمية تتعلق بتعامل الفرق الأمنية وعمال الفنادق المشرفين على تأمين المحشور عليهم وتوفير المتطلبات الضرورية لقضاء فترة الحجر الصحي دون تعريضهم للمخاطر الناجمة عن الاحتكاك المباشر بين الأفراد. المزير ديالها تقبل معروفين لقان ولي ماسك اللي هو القفازات والكمامات هادو أوبليغاتوار حد يجيرهم وتم دائما حافظ على متر بينهم على رقاش، وانتم مهمتكم واضحة ما يدخل حد ما يخرج حد، نقطة نهاية سطر ما عندكم مهمة خارج هذه ما تحتكوا بهم نهائيا بي لا قدر الله احتكيتوا بهم وعقب اكتشفت عن فيهم حالة والله حالتين فيها المرض لا تحتاجوا عنكم انتم كاملين تكون فينا وبالتالي هنا خسروكم ونحن فاصلين فيكم. خارج تلك الأسوار يدرك المواطنون أهمية الخطوات المتخذة في سبيل تجنب البلاد تبعات انتشار وباء كوفيد-19
حيث ترتفع أصوات مساندة لتلك التدابير الاستباقية، بل ومطالبة كل المحشور عليهم بتفهم خطورة المرحلة. طالبين من المواطنين في الحجر أنهم يصبروا، الشجاعة كلها صبر ساعة، وخير العيش ما أدركه العبد بصبره، وطالبين منهم أن هذا شعبهم وأولادهم يساهموا معهم في يعاونهم في الحجر ويقعدوا يهناوا بالموريتان ما عندش لهذا الوباء له. استخلاص العبر من التجارب السابقة وأخذ الحيطة والحذر عبر اتباع النصائح التي تقدمها اللجان العلمية وتكاثف جهود الجميع أمور تبعث أريحية للمواطن المتطلع ليوم إعلان النصر على هذا الوباء وعساه يكون قريبا. تشهد البلاد حظرا للتجوال في إطار حزمة الإجراءات الوقائية التي تتخذها الدولة ضد فيروس كورونا المستجد كوفيد-19. حظر التجوال الذي يسري مفعوله من الساعة 6 مساء وحتى الساعة 6 صباحا له انعكاسات على العديد من الأنشطة التجارية الليلية. المزيد من التفاصيل في سياق التقرير التالي. على جنبات الطرق وفي أماكن متعددة من العاصمة نواكشوط يتموقع باعة الفواكه الذين كانوا يعولون أساساً في نشاطهم التجاري على الفترة المسائية، حيث تبلغ حركية البيع بالتجزئة في أسواق الفاكهة ذروتها مع ساعات الليل الأولى، هذا قبل فرض حظر التجوال الذي يأتي ضمن حزمة إجراءات وقائية اتخذتها الدولة ضد فيروس كورونا المستجد، وهو إجراء يثمنه هؤلاء الباعة ويتجاوبون معه، لكنه يلقي بتبعات ثقيلة حسب من التقيناهم. أثر علي قضية مهنة القفيض اللي عدلوا حقيقة انعكس على خاصة شين قالوا المواد الفاكهة هذه اللي قال له فروي أصلا شغلتها دائما اللاف اللي من عن تقريبا 5 واحد 9 10 إلى 11 قال له الانعكاسات الأخرى اللي حضر التجول كانت الحقيقة بالنسبة لنا احنا للسوق بايعي الشمولة والموردين كانت عندها انعكاسات سلبيه شوي نظرا للي يقبض البضاعه البقالات واهل الطوابل والناس تباع في الشارع والمطاعم. وفعلا عندنا حركتنا قبال لا في الليل تمو فاتحين تو دينار ديزر الساعه اللي جا هاي الروايه بيعنا تاثر حتى الى اقصى درجه. رغم ما قدمته الدوله وما اعلنت عنه مؤخرا من اجراءات اقتصاديه مهمه هدفها المواطن البسيط كرفع الرسوم الجمركية عن مجموعة واسعة من المواد التموينية من بينها الخضروات والفواكه، رغم كل ذلك ما تزال المطالبة بالمزيد هي عنوان المرحلة في ظرفية يشكو فيها كثيرون من تعطل أسباب دخلهم. أشرفت السيدة سهلة بنت أحمد زايد رئيسة حزب حواء زوال اليوم بمقاطعة تجنين على تقديم سلات غذائية وإعانات اجتماعية ضمن الحملة التي تقوم بها منذ أزيد من 3 أسابيع لمساعدة الفقراء والمحتاجين في ولايات الوطن. وقد استفاد من هذه العملية التي اختتمت اليوم 6000 أسرة من بينها 3000 في نواكشوط. وضمت السلات الغذائية المقدمة الأرز والسكر والزيوت إضافة إلى الألبسة وأدوات النظافة والتعقيم. وأكدت رئيسة حزب حواء أن هذه المبادرة تأتي في إطار المساهمة في جهود الحكومة الرامية إلى مساعدة الأسر المحتاجة في مواجهة جائحة كورونا. استفادت ذلك الفضل من الله 3000 أسرة على مستوى نواكشوط من قطاعات 9 ولايات و3، واستفادت 12 ولاية على مستوى الوطن، والجميع 6000 أسرة. نحن عدلنا ندور ويه امتقاء مرضات الله تبارك وتعالى ودعم هذا الشعب اللي ضعيف وفاصل في حد يدعمه. يقر مبشرين تعهدات رئيس الجمهوريه ومبشرنا عمل اللجنه اللي يراسها المهندس اسماعيل والشيخ سديا، وطالبه من المواطنين كاملين كلهم من بلو يعدل الدعم. هو مرض فتاك وضر الناس كامله، يلا كاملين عدروا حمل على الاستغفار
ويلا نعدلوها على التوعية والتحسيس بخطورة هذا المرض. نبقى الناس تقعد في بلايداتها وتصقى لأيديها وتصقى لأيدين شاشرتها وكلها يقعد بعيد من الثاني ويتجنب الجمهور. بقينا مولي كل أسرة يجوها في بلادها إياك نعودوا معدلين ودعم الدولة ذلي واحدة فيه يجوهم مولي يبلوا ونحسوه بخطورة هذا المرض ونقولوا له أنه مرض فتاك ويلا مولاه يقعد يبلوه يعني نجينا مولانا إن شاء الله ويلا كاملين نتوبوا لله ونمشوا في ذلك قاتلنا دولتنا من احترام قوانينها اللي تواخذنا كل نهار. ختام والنشاط الكريم بالعنر. المندوبية العامة للتضامن الوطني ومكافحة الإقصاء تآزر تطلق المرحلة الأولى من توزيع المواد الغذائية على الأسر المحتاجة للتخفيف من آثار الإجراءات الاحترازية لمحاربة كورونا. لجنة اللوجستيك توزيع أبواقا على المحجورين صحيا وذلك ضمن حملة للتحسيس ضد تفشي فيروس كورونا في بلادنا. توزيع كميات معتبرة من المواد الغذائية على المواطنين في العديد من مناطق البلاد. وبإمكانكم متابعتنا والتواصل معنا عبر موقعنا على الإنترنت وكذلك عبر صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي. لكم تحياتي وتحيات عيشة علي كانت معي بلغة الإشارة. شكرا لكم. لمواجهة تهديد فيروس كورونا في بلادنا تدعو وزارة الصحة جميع المواطنين إلى الإطمئنان وتوخي الحيطة واحترام الإجراءات الوقائية التالية: غسل اليدين بانتظام بالماء والصابون أو بمحلول معقم، تغطية الأنف والفم عند العطاس أو السعال بباطن المرفق، استخدام المناديل لمرة واحدة ورميها بعد الاستعمال في سلة الأوساخ، تجنب مصافحة الآخرين عند الشعور بالحمى والسعال والعطاس والاتصال بالطبيب. لمزيد من المعلومات يرجى الاتصال على الرقم الأخضر التالي.